بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نستأنف برنامج اعتدالنا في سلسلته الثانية، حيث تناولنا في السلسلة الأولى عدة محاضرات أبرزها المواطنة بين التأصيل الشرعي والتطبيق الواقعي مع الدكتور جمال غول، ومحاضرتين بعنوان سيكولوجية العنف وسيكولوجية الجماهير مع الدكتور فالح الرويلي، ومحاضرة بعنوان قيم الوسطية والاعتدال والسلام مع الدكتور محمد كروم، ومحاضرة كانت بعنوان المنهج الوسطي الحق مع الدكتور عبد الله الشريكة، ومحاضرة أخيرة كانت بعنوان التعايش الإيجابي والحاجز الوهمي مع الأستاذ خالد الصبيحي. والآن نبدأ بسم الله السلسلة الثانية من برنامج اعتدالنا الخاص بالهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا اليوم الدكتور عبد المنعم المشوح، الباحث والخبير في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، وحلقة بعنوان إعادة تأهيل العائدين وأسرهم والأطفال ودمجهم في المجتمع. فليتفضل مشكورا. شكرا لك أستاذ عبد الله على يعني تواصلك وخدماتك الكبيرة والتجارب المتكررة. ربنا يبارك فيك يا دكتور، تفضل. الله يحفظك، وشكرا لجميع الحضور، وأنا هنا يعني لتبادل الخبرات والاستفادة منكم، الاستفادة منكم أكثر يعني مما سأطرح. لن أطرح شيء جديد، لكن هي مجموعة خبرات وقراءات ومجموعة يعني أبحاث، بعضها شخصية وبعضها يعني مأخوذة من الزملاء والزميلات الباحثين والباحثات. نفتح العرض. العفو، بسم الله. طبعا العرض هو الموضوع عن عودة المقاتلين الإرهابيين وسبل التعامل معها وعودة كذلك أسرهم، هذا هو الجزء الأول، والجزء الثاني الأسبوع القادم بإذن الله. وهذا هو المدخل أو البداية عن عودة المقاتلين الإرهابيين. لابد أن نفهم الإطار العام لذلك، وأن نفهم في هذا العرض حجم المشكلة وما هي المشكلة وكيف نستطيع أن نقرأ حركة الجماعات المتطرفة والإرهابية حال العودة، فنخرج بصورة يعني شبه كاملة لمعرفة ما هي السبل والطرق والمسارات التي يتخذونها في هذا الإطار. وأنا أفكر في هذا العرض وفي هذا الموضوع ومع بداية البحث، وعلى فكرة البحث هو موجود عند الهيئة الأوروبية، أرسلت لهم يعني وريقات لمن أراد أن يستزيد في هذا البحث. جاء في ذهني مباشرة نموذج قوي جدا من نماذج عودة المقاتلين، ونموذج أحدث تغيرا كبيرا، وهو أبو مصعب الزرقاوي. أبو مصعب الزرقاوي شاب التحق ببعض الجماعات الراديكالية في الأردن، ثم انتقل إلى العراق، ثم انتقل إلى أفغانستان، وأصبح أحد المشاركين والقادة في المعسكرات التدريبية لدى تنظيم القاعدة. ثم بدأ له بعد ذلك أن يبدأ برحلة العودة، فعلاً عاد إلى العراق. هو إذن عائد،
وهو فرد وإن كان معه مجموعة، لكنه يظل هو قائد وفرد. رجع إلى العراق. في العراق أنشأ مجموعة وهي مجموعة التوحيد والجهاد. هذه المجموعة التي أنشأها هي التي تحولت فيما بعد إلى تنظيم داعش. إذن هذه الرحلة، رحلة العودة، أخرجت لنا أخطر تنظيم عرفناه في العصر الحديث من ناحية الدموية والانتشار وبشاعة الإرهاب، وهو شخص عائد لم يعمل ذلك بنفسه لكن معه مجموعة. المقصود أن خارطة العودة ورحلة العودة غيرت من تركيبة الإرهاب الجغرافية بل والأيديولوجية. نعود ونقول في عام 1989 حدثت رحلة عودة ضخمة وكبيرة للمقاتلين، وهي لما انتهى القتال الأفغاني مع الروس عاد المقاتلون إلى بلدانهم أو إلى مناطق صراع أخرى أو إلى بلدان أخرى، المهم أنهم انتشروا في العالم. هناك من ذهب إلى أفريقيا، وهناك من ذهب إلى الشرق الأوسط، وهناك من ذهب إلى آسيا وإلى أوروبا وإلى أمريكا، انتشروا. هذه الرحلة الكبرى الأولى من رحلة العودة، عودة المقاتلين وأسرهم. الرحلة الثانية كانت في 1995، وهي يعني 94 95 96، وهي لما انتهى القتال في البوسنة وكذلك في الشيشان موجة ثانية من العائدين. حتى نفهم ونعرف ونتوقع حركة العائدين الآن لابد أن نبحث وندرس الموجات السابقة. العقل الإرهابي يكرر نفسه، هناك تغير اختلاف بسيط، لكن في الغالب الأعم أن العقل الإرهابي متشابه، بل وحركة المجتمعات البشرية الإنسانية في الأغلب الأعم متشابهة متقاربة. فحتى تدرس حالها الآن مهم جدا أن تدرس الحالات المشابهة السابقة. 1989 انطلقوا في العالم وأنشأوا أفرع وخلايا ومجموعات ومؤسسات. 1995 كذلك قويت الأفرع وأصبحت ولايات وبدأوا في تكوين مسارات الإلكتروني. أصبح هناك جغرافيا أكبر وخارطة أكبر للانتماءات الإرهابية. لا يعني ذلك أن كل الذين عادوا إرهابيين، ولا يعني ذلك أن كل الذين عادوا انخرطوا في جماعات وخلايا إرهابية، لكن هناك قسم منهم كونوا أذرع إرهابية حول العالم. هذا هو التاريخ
أمامنا، وهذه هي الحقائق. طالت الفترة، قصرت، عملوا في السر في الظل، ثم ظهروا فجأة على السطح. المهم أن نتائج هذه الموجات من العودة كان نتاجاً كارثياً على العالم. هناك انتشار، هناك تنوع في الجماعات، وهناك عدم انتباه أو فقدان للبرامج التي تحتضن وتدرس وتفكك وتفتت هذه التكتلات الجديدة التي بدأت تتبرعم في أنحاء العالم. الموضوع كبير جدا وضخم وخطير جدا، ربما الآن لا نشعر به، لكنه يستنبت ويغلي تحت السطح، لأننا لا نراه على السطح، فنحن نتعامل معه بشيء من البرود، وهذا طبيعي، لكنه في الخفاء وفي الظل وداخل غابات العقل الإرهابي ينمو ويتكتل ويتجمع. لذلك أنا أشكر الهيئة الأوروبية على اختيار هذا الموضوع حتى ينشط الباحثون في دراسة الحالة والتوقع لما ستؤول إليه الأمور. نأمل أن تؤول إلى خير، لكن يجب أن نعمل في هذا الاتجاه وأن لا نكرر الأخطاء، نوقف سلسلة تكرر التاريخ قدر الاستطاعة. تحديد الموضوع، لابد أن نحدد الموضوع الذي سنتكلم عنه الآن، هو عودة المقاتلين الإرهابيين إلى بلدانهم الأصلية أو التي كانوا يقيمون فيها، مهاجرين مثلا يرجعون إلى بلدانهم التي هاجروا إليها، أو إلى مناطق لا يوجد فيها صراع، أو إلى مناطق يوجد فيها صراع أخرى. المهم أنهم انتقلوا من المنطقة الجغرافية محددة إلى مناطق أخرى، سواء إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان وسيطة أو إلى بلدان مهجر كدول أوروبا والأمريكا، أو انتقلوا إلى مناطق صراع أخرى أو مناطق اضطراب أخرى. هذا هو الموضوع الذي سنتكلم عنه اليوم باختصار. إذا أردنا أن نتكلم عن موضوع عودة المقاتلين الإرهابيين، فإن الباحث لابد أن يكون أمامه ورقة واضحة جدا، وهي طبيعة هذه الجماعات وطبيعة الإرهابيين وطبيعة التنظيمات الإرهابية، أنها تستطيع أن تتكيف مع الأوضاع، لديها قدرة كبيرة جدا على التكيف مع الضغط، مع الهروب، مع العودة، مع الانتقال، مع مقتل القيادات، مع خسران الجغرافيا، خسران الاقتصاد. المهم لديهم قدرة على التكيف. تجد شخص من آسيا يستطيع أن يتكيف مع بيئات أوروبا، شخص من أوروبا يستطيع أن يتكيف مع بيئات أفريقيا. يخسرون ولاياتهم وأرضهم فيتكيفوا أن يعيشوا على الهامش أو في الصحراء أو في الغابات،
لديهم قدرة على التكلف سنة سنتين ثلاث. المهم أن يتكيفوا مع الأوضاع التي انتقلوا إليها، والتكيف هذا في أدبيات الإرهابيين له سبب. السبب هو إطالة عمر التنظيم أو الجماعة، هم لديهم مشكلة كبيرة أن يخسروا الجغرافيا والمدن والاقتصاد، مشكلة كبيرة، لكنها ليست نهاية التنظيم بالنسبة لهم، وليست نهاية الفكرة، بل يقول الآن خسرنا مرحلة من مراحل الصراع، سنعود بعد سنوات ونلتئم من جديد. إطالة عمر التنظيم، تنظيم فكر أكثر من كونه جغرافيا أو مال أو اقتصاد، لأنه يقوم في الأساس على بناء فكري، على اعتقاد، على إيمان في الأغلب. كذلك على الباحث أن يكون لديه ورقة أخرى مهمة جداً إذا أراد أن يبحث ويدقق في عمليات انتقال العائدين وعودة المقاتلين. الورقة الثانية هي ورقة التكتل. الأصل لدى الجماعات الإرهابية والعقل الإرهابي، الأصل لديه أنه يتجمع في منطقة جغرافية، لأن الهدف الأساس أن يكون لديهم دولة ثم يصلوا إلى الخلافة. هذا هو الحلم الأكبر لدى الجماعات الإرهابية والمتطرفة، أن يكون لديهم خلافة، والخلافة لا تكون إلا بتجمع وتكتل. لذلك لما اجتمع تنظيم داعش أنشأ نموذج للدولة وللخلافة، ووضع وزارات وإدارات وملفات للتنظيم الإداري والمالي، فأصبح جاذباً للمتعاطفين حول العالم، فاستقطبهم بقوة. هذه هي قوة الجذب، وقوة الجذب هذه تحتاج إلى منطقة جغرافية، إلى تجمع وتكتل. فهذا هو الأصل، أن يتجمعوا وأن يتكتلوا ولا يتفرقوا. لكن إذا تفرقوا، سواء مثل ما حدث في حرب نهاية حرب أفغانستان أو الشيشان، أو كما حدث مؤخراً في العراق وسوريا، إذا حدث وتفرقوا فهم يتفرقون ليستعدوا للاجتماع الآخر، ويتفرقوا لأجل بناء خلايا جديدة، وليحيوا التنظيم في أطراف العالم. هذه عقلية الإرهابي، بل هذه عقلية الأقليات والجماعات المنبوذة والخارجة على القانون. يبحثون عمن يشبههم فيجتمعون على هذا التشابه وعلى هذا الهدف في أنحاء العالم. ولا شك أننا الآن نواجه تحدي كبير مع وجود
شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، والتي سهلت الكثير من عمليات التواصل والتجمع والتكتل وإعادة البناء. إذن التكتل هو هاجس لديهم، هو طبيعة، هو الأصل، مهما تفرقوا يبحثوا عن التكتل. سنتحدث عن أسباب العودة، لماذا يعودون إلى بلدانهم، أو لماذا يعودون إلى بلدان أخرى، أو ينتقلون من مناطق سيطرتهم إلى مناطق أخرى، لماذا يعودون، ما هو السبب؟ إذا عرفنا الأسباب بشكل تفصيلي، استطعنا أن نتخيل وأن نتصور كيف نتعامل مع هؤلاء العائدين. وهذه هي الثمرة، الثمرة من بحث ودراسة هذا الموضوع، كيف نستطيع أن نتعامل مع هذا العائد، وبالتالي كيف نستطيع أن نتعامل مع أسرته وأطفالهم ونسائهم ومن كان تحت سلطتهم. أسباب العودة والتناثر في العالم كثيرة جدا، كما ذكرت أن العائد ليس شرطا أن يكون يعني رجع بإرهابه، كذلك قد يكون رجع بإرهابه، قد يكون العائد تائب وقد لا يكون تائب، قد يكون العائد نادم وقد لا يكون نادم. أحد أنواع الأسباب هي العودة الاختيارية، هو ذهب إلى سوريا، إلى العراق، إلى ليبيا، إلى أي مكان، وشارك في القتال، واكتشف أن كل هذا مجرد وهم، وأنه كذب، وأنه خداع، وأنه خسر حياته ودينه وأهله لأجل دعاية كاذبة، فهو اختار أن يعود، اختار أن يعود. أو اختار أن يعود لأنه لا يستطيع أن يكمل، هو مؤمن، ما زال يؤمن بأدبيات الإرهاب والتطرف، لكنه اختار أن يعود لأنه لا يستطيع أن يكمل، لا يتحمل حالة الميدان، لا يتحمل، فاختار أن يعود. اختار أن يعود لأنه وجد طريقا مسدودا لإقامة الدولة والخلافة في المكان الذي هو فيه، اختار أن يعود. إذن اختار أن يعود إما لأنه غير أفكاره، أو اختار أن يعود لأسباب كثيرة جدا وهو يحمل نفس الأفكار، ما زال يؤمن بالإرهاب، ما زال يؤمن بالتطرف، ما زال يريد أن يضر العالم، ما زال يريد أن ينشئ خلايا إرهابية ومتطرفة في أي مكان في العالم، لكنه اختار أن يعود، يعني غير مجبر على العودة، غير مجبر على العودة، هو اختار أن يعود. من الأسباب هو العودة الإجبارية أو الإلزامية، هو مجبر أن يعود، لازم يرجع. ونحن نقرأ في حوارات الإرهابيين فيما بينهم، أحياناً يصل إلى مرحلة يقول القائد الأعلى للأتباع
يجب أن تعودوا، ارجعوا، اخرجوا من هذه المنطقة وعودوا إلى بلدانكم، أو عودوا إلى بلدان أخرى، انتقلوا، يجب أن تعودوا، أمر عسكري، أو مجبر أن يعود لأن الواقع أجبره فعلا أن يعود، إما أسرته أو جهات أمنية أو تم القبض عليه، المهم أنه مجبر أن يعود. هذا الذي أجبر أن يعود في الغالب أنه يحمل الإرهاب وخارطة الإرهاب في داخله، لكن قد يكون مع هذا الإجبار أنه غير أفكاره، قد يكون. إذن لدينا عنصر مهم وهو أشبه بمادة كيميائية حساسة جدا، وهو التغير والعودة. هل تغير أو لم يتغير؟ هل عاد ورجع إلى بلده لأنه تغير؟ هذا هو السؤال المهم، هذا هو السؤال المهم. ويتبعه بعد ذلك، إذا كان متغير كيف نثق ونطمئن أنه تغير؟ وإذا لم يكن متغير كيف نستطيع أن نغيره؟ وكيف نستطيع أن نحمي المجتمعات منه؟ ثم السؤال الأكبر، كيف نتأكد أصلاً أنه تغير أو لم يتغير؟ تساؤلات كثيرة. وميزة هذه اللقاءات البحثية وغيرها التي تدرس الحالات الميدانية والواقع وتاريخ الجماعات وعودتهم، أنها تعطي مفاتيح للمسؤولين عن هذا الملف، تعطيهم مفاتيح وتعطيهم مؤشرات تعينهم على التعامل مع هذا الواقع. كما ذكرت أنه ليس شرطاً أن يكون العائد متغير، كذلك لا يشترط أن يكون إرهابي متكيف. حاولت أن أستقرأ طبيعة العائدين في الموجات السابقة والموجة الحالية، موجة أفغانستان، موجة الشيشان، البوسنة، وموجة تنظيم داعش الحالية. واجتهدت نوعا ما أن أصنفهم تصنيفات. في الغالب يعني لا يخرجون عن هذه الفئات هؤلاء العائدين، إما أنه تائب، تاب ورجع، وهذا يمكن جدا، بل هناك مجموعات كبيرة جدا من الإرهابيين رجعوا وعادوا وتابوا، اتضحت لهم الحقيقة، فهؤلاء عادوا ورجعوا. وهناك الصنف الثاني، التائبون جزئيا، لم يرجع عن كل الأفكار لكنه رجع عن بعض هذه الأفكار أو أغلب الأفكار الإرهابية، تائب جزئي، أصبحت لديه مراجعات، لما شاهد الواقع أصبح لديه مراجعات فتراجع عن مجموعة من الأفكار. وهناك المتحولون، أقصد بالمتحولين يعني انتقل من جماعة إلى جماعة أخرى، هو إرهابي، ما زال إرهابي، لكنه
وهذه حدث كثير جدا في 2015 و16 و17، كثير حدثت. انتقل من تنظيم داعش إلى القاعدة، من القاعدة إلى أنصار الشريعة، أنصار الشريعة إلى تنظيمات أخرى، متحول. وهذا طبيعي جدا لدى الجماعات الإرهابية، أن يتحول من جماعة إلى جماعة ثم ينتقل إلى أخرى ثالثة، لأن الإرهابي يعيش حالة من القلق وعدم الثبات وعدم اليقين في جماعته. هو يؤمن بفكرة، فكرة الإرهاب، فكرة التطرف، فكرة العنف، فكرة التغيير المسلح، يؤمن بهذا الأمر. لكن الطريق مشتت، هل هو طريق تنظيم داعش، قاعدة، مستقل؟ المهم أنه يريد أن يتخذ مسلك أو طريق، لكن الفكرة الأساس أو الأفكار الأساسية هو يؤمن بها، فهو متحول من تنظيم إلى آخر أو إلى مستقل. هناك من العائدين القسم الرابع مجبرون واقعيا، يعني الواقع أجبرهم على العودة، خلاص ما عاد عنده أرض ولا يوجد خدمات ولا يوجد حياة في المكان الذي هو فيه، ليس أمامه إلا الموت، فيختار أن يعود، يختار أن يعود. وأحيانا العاطفة تجبرهم على العودة، ما استطاع أنه يكمل الطريق. هو يؤمن بالإرهاب والتطرف، لكن عاطفي حساس، أو لديه ارتباط أسري، لذلك يعني من الذكاء لدى المحاورين الذين يحاورون الإرهابيين أن يعرف الشخص الذي أمامه الإرهابي، هل هو عاطفي؟ هل هو قاسي؟ هل هو لديه مستوى علمي كبير؟ علمي منخفض؟ فيستطيع أن يتواصل معه ويؤثر عليه، يؤثر عليه. هناك القسم الخامس مجبرون تنظيميا، التنظيم كما ذكرت لكم أجبرهم على العودة، ارجع، عودوا إلى بلدانكم. والقسم الأخير وهو الطوعي تنظيمي، غير مجبر، لكن مثل الشريط أو الخطبة قبل الأخيرة لأظن أبو بكر البغدادي، حث الأتباع أن يعودوا إلى بلدانهم، وكذلك حث الأتباع والمريدين والأنصار ألا يأتوا إلى العراق وسوريا. قال يعني بما معناه أنه اجلسوا في بلدانكم وأنشئوا خلايا. فهذا يعني عودة بتوجيه من وحث من التنظيم، لكنها طوعية اختيارية. من المهم أن نعرف حجم المشكلة. حجم المشكلة في تقديري الشخصي أنها كبيرة جدا، يعني حسب الإحصائيات العالمية يقولون الذين شاركوا في العراق وسوريا مع تنظيم داعش على سبيل المثال 30,000، وهناك إحصائيات 53,000 شخص شاركوا من حول العالم. الذين عادوا إلى بلدانهم أو انتقلوا إلى مناطق أخرى وبلدان أخرى حسب التقديرات أنهم يصلون إلى 30%، من 20 إلى 30%، عدد كبير، 20 إلى 30%. وهذه الإحصائيات يعني وإن كانت يعني رسمية ومعلنة، لكنها تظل
يعني خطيرة ومؤشر خطير جدا، لأنك لكل شخص من هؤلاء، لكل شخص بصمة وخارطة وتصنيف، وكل شخص من هؤلاء لديه القدرة أن ينشئ خلية، لديه القدرة أن يكون مهدد للأمن وللمجتمع، وقد يكون بعضهم يعني عائد تائب أو يريد أن يندمج في هذا المجتمع، يريد أن يطوي صفحة الإرهاب، قد وقد احتمالات كثيرة. إذن حتى نعرف مسارات العودة لهؤلاء 20 و30%، ولا نغرق في التفاصيل، فلا بد أن نحدد المسارات الأساسية. هناك العائدون تكتيكيا، هو يرجع حتى يبني التنظيم في المكان الذي هو فيه، عملية تكتيكية، وهي في مخيلة الإرهاب حاضرة بقوة، فهم ما زالوا يحملون الانتماء لهذه التنظيمات، ما زال يؤمن بهذه الأفكار، لكن هي مسألة تكيف كما ذكرت لكم في البداية. المسار الآخر هو العائد الذي انفك عن التنظيم، خلاص ترك التنظيم. هل ترك التنظيم يريد أن يعيش الحياة طبيعية، أو ترك التنظيم حتى ينتمي لتنظيم آخر، أو ترك التنظيم حتى يراجع نفسه؟ المهم لدينا مسارين أساسيين، عائد خطير، وعائد لديه رغبة أن يتغير، لديه رغبة أن يتغير. هذا الجدول للإحصائيات، وهي موجودة في الدراسة لديكم اللي قدمتها للهيئة الأوروبية، أعداد العائدين من دول العالم، مغرب، تركيا، أوزبكستان، أردن وفرنسا وغيرها، نماذج كم عدد العائدين، كم عدد العائدين، أعداد متنوعة جدا ومتباينة. وهذه الإحصائية من نهاية 2017، فأتوقع أن الأرقام يعني تغيرت، لكن يعطينا مؤشر أن الأرقام تستحق العمل البحثي والعلمي والأمني والفكري الدؤوب، حتى نقدم خطة للعالم كيف يتعاملوا مع هذه الأرقام، كيف يفهموا مسارات العائدين إلى بلدانهم أو إلى بلدان المهجر أو غيرها. العائدون الذي العائد الذي يحمل الأفكار المتطرفة، هذا واضح جدا، واضح، هو يرجع يقول أنا ما زال يؤمن بالتطرف والإرهاب، هذا واضح، ليست لدينا مشكلة معه، يعني مشكلته أو مساره هو المسار القانوني النظامي. لكن المنفكون هي المسار الذي لدينا فيه مشكلة في التحليل. عائد منفك، هل هو خطر؟ يحمل ما زال يعني انفك عن التنظيم، ترك تنظيم داعش، ترك تنظيم القاعدة، ترك تنظيم أنصار الشريعة، لكنه يحمل الأفكار ولا يبديها ولا يظهرها. هناك عائد مصاب بصدمة من الواقع نتيجة الأحداث، تخيلوا أن يحلمون بالخلافة وحكموا قطعة جغرافية كبيرة جدا، ثم فجأة خلال 2 3 سنوات ينهار هذا الحلم، ينهار، هذه تحدث صدمة لديهم كبيرة نفسية، فيختار العودة
لكنه في حالة صدمة وليس في حالة يعني تائب أو عائد، رجع عن الأفكار الإرهابية. هناك من يرجع وهو مصاب بخيبة أمل، وهناك التائب، وهناك العائد بسبب الضغط، ضغط الأسرة أو الأقارب أو غيرهم. هؤلاء العائدون المنفكون نحتاج إلى دراسات متنوعة اجتماعية ونفسية لهم، وتقديم حلول للتعامل معهم. هذه النماذج لبعض رسائل العائدين التائبين الذين أبدوا أن يعني التوبة والرجوع عن الأفكار المتطرفة والإرهابية، يظهر يعني من كلامهم أنهم فعلا يريدون العودة، فعلا يريدون العودة. نأتي إلى يعني المنعطف الأخير في هذا العرض، والعرض أنا أحببت أن يكون مقتطفات وليس دورة يعني تدريبية، ولست يعني قادر أن أقيم دورة تدريبية إلى مجموعة من الباحثين والمختصين يعني الحاضرين، فيهم من هو أفضل مني في هذا الجانب، لكن أحببت أن أشارككم عصف ذهني ومقتطفات وإضاءات حول فكرة العائدين وأنواعهم والتعامل معهم. الثمرة، أنت لماذا ندرس نحن العائدين؟ ليش ندرسهم؟ ولماذا نتعب ونبحث ونتواصل لأجل فهم هؤلاء العائدين وأنواعهم؟ هل هو يعني بذخ فكري أو تسلية فكرية بحثية؟ إذا لم يكن هناك ثمرة أو نتيجة فهو بحث يعني ضائع في الهواء. ثمرة أو النتيجة التي يجب أن نصل إليها هو كيف نتعامل معهم، كيف نتعامل معهم، سواء كان تائب أو غير تائب، سواء كان متحول، سواء كان مؤمن بالإرهاب أو غير مؤمن بالإرهاب، كيف نتعامل معه. هناك تعامل أمني، هناك تعامل قانوني، هناك تعامل نفسي، وهناك تعامل فكري، وهناك تعامل مجتمعي. في ظني أن هذه الخمسة محاور هي الأساسية. إما أن نتعامل معهم بطريقة أمنية بحتة أو قانونية أو مجتمعية أو فكرية أو نفسية. من الخطأ أن نفصل كل قسم عن الآخر، ومن الخطأ كذلك أن نتعامل معهم بمستوى واحد. كل شخص له بصمته المتميزة المختلفة، فكرة، مشاعره المختلفة، الخلطة السرية التي من المهم أن نصل إليها هي الدمج بين هذه التعاملات، التعامل الأمني مع النفسي، مع الفكري، مع المجتمعي، مع القانوني، التكامل وتبادل الأدوار. لأنك إذا أغفلت أي عنصر أو محور من هذه المحاور نكون قد سمحنا لتسلسل الإرهاب بالاستمرار. وإذا نجحنا في عملية التكامل نكون نجحنا بشكل كبير في قطع هذا التسلسل. نحن بحاجة إلى ما يسمى بالمعالجات الشاملة، علاج شامل
لكل المحاور والعناصر، نحن بحاجة لذلك. هذا العلاج الشامل إما أن يكون بشكل مراكز للمعالجة والرعاية، أو بشكل برامج للإدماج داخل المجتمع أو مؤسسات المجتمع التعليمية والإعلامية والمجتمعية، بحاجة إلى المتابعة، لابد من المتابعة والتقييم والتدقيق، بحاجة إلى حاضنات فكرية تستقطب هؤلاء العائدين وأسرهم، لابد. إذا عادوا إلى بلدانهم أو إلى بلدان المهجر أو إلى أي مكان ولم يجدوا برامج ومراكز ومشاريع تصحح مسارهم، أخشى أنهم يعودون للإرهاب بشكل أقوى بعد سنتين ثلاث أربع، سيعودون للإرهاب لأن لديهم في العقل الباطن خبرات متراكمة، لديهم قضية الانتقام، لديهم محفزات نفسية العودة للإرهاب. فمهمة هذه المراكز والبرامج أنها تصحح المسار، والمهمة الكبرى أنها تكشف عن حقيقة الشخص، هل هو عائد تائب أو غير تائب، هل هو تراجع أو لا، قدر الإمكان، قدر الإمكان. أنها تعطينا مؤشرات أنه ما زال يحمل الأفكار الإرهابية أو ترك هذه الأفكار الإرهابية. وبالمناسبة أنا أوصي الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية إذا سمحوا لي أن يبدأوا بالتفكير بشكل جاد لإنشاء برنامج للعائدين ولأسرهم وذويهم، برنامج يعني عملي وليس بحثي فقط، لكن برنامج عملي، برامج إدماج، برامج حوار، برامج نقاش. وأتوقع أن الزملاء الباحثين والمختصين وكذلك المختصات لديهم استعداد للتعاون في هذا المجال بشكل كبير، خاصة من لديهم خبرات. التوصيات يعني والأحلام والأمنيات كثيرة، وبإذن الله تتحقق أو يتحقق جزء يعني منها. ذكرت الأول وهو أن يقوم مركز وهيئة المراكز الإسلامية الأوروبية بإنشاء برنامج عملي للعائدين ولذويهم، على الأقل يدرب مجموعات على التعامل مع العائدين. من المهم دعم الدراسات والأبحاث خاصة الواقعية والمنطقية، يعني نحن لا نريد أن نميل إلى البحث المثالي. البحث المثالي لا يعطينا نتيجة يعني إيجابية. نريد بحث يعني واقعي نستطيع أن نتعامل معه، تحفيز تبادل المعلومات والتجارب بين الباحثين والمختصين وحتى بين الدول، حث الدول والمؤسسات والمراكز على التعاون وتفعيل المعالجات الفكرية والمجتمعية والنفسية. نأمل أن يكون هناك قاعدة بيانات للمؤسسات والبرامج العاملة في هذا المجال. انتهى العرض، وأتمنى أن أكون بهذه الإشارات والإضاءات يعني أضفت يعني شيء بسيط يساعد على الحوار والنقاش فيما بيننا.
ومتطلع إلى أن أسمع منكم الإضافات البحثية، أو طبعا لا نريد أن نسمع نقد، يعني الآن الساعة قاربت على العاشرة فالنقد ممنوع الآن في اللقاء القادم إن شاء الله، لكن نسمع منكم المداخلات. تفضلوا. الأستاذ أبو أنس إسماعيل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بودي أن أسأل الأستاذ الباحث، هل يوجد تنسيق أو تعاون بين الباحثين في مختلف الدول أو على الأقل الدول التي لها تجربة أو لها نصيب كبير من آثار الإرهاب كالجزائر ونحو ذلك؟ أظن أن هذا الأمر قد يزيد نتائج مصداقية أكثر أو صدقية أكثر، فما مدى التعاون بينكم كباحثين مختصين لكم مراكز متخصصة؟ جزاك الله خيرا. شكرا لك حفظك الله، سؤال مهم جدا، مهم 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 جدا هذا السؤال، وهو التعاون. للأسف يعني كان هناك فيه محاولات لإنشاء اتحاد أو قاعدة بيانات أو تجمع للمراكز والباحثين الذين يعتنون بهذا الموضوع، لكن لم يتم، والصورة ليست يعني سيئة جدا وسوداء. هناك تعاون أنا أعتبره الحد الأدنى، مثل هذا اللقاء، مجموعة من الباحثين وبعضهم عمل أو ما زال يعمل في بعض المراكز لإعادة التأهيل وغيرها، وجدوا مظلة وإطار رسمي والتقوا، يعني اللقاءات تعتبر عفوية، فالحد الأدنى موجود، لكن الطموح أكثر من ذلك، الطموح أكثر من ذلك. وهناك شبكات في هيئة الأمم المتحدة، في مجلس التعاون، في كذلك الاتحاد الأفريقي وغيره، هناك شبكات لكنها تميل إلى الجانب الأمني أكثر من كونها إلى الجانب البحثي الحر. فلا يوجد على المستوى اللي تفضلت فيه يوجد تنسيق شخصي، يعني أشخاص يتجمعون أو بعض المراكز لديها تعاون، مركزين أو ثلاثة يصير بينها تعاون كذلك يعتبر شخصي، في الحد الأدنى موجود لكن حد الطموح غير موجود. تفضل إذا في استفسار آخر أو مداخلة أو إضافة. الأستاذة حنان مصطفى. السلام عليكم، معكم أستاذة حنان مصطفى من فلسطين من غزة. أول حاجة حابة أشكر أنه هذا الموضوع كتير كتير جدا مهم، خاصة أنه إحنا في منطقة، يعني المناطق دائما اللي فيها حالة من الحروب أو حالة من يعني الاحتلال أو غيره، فبنلاقي كتير هذا الفكر المتطرف بنلاقيه بيبدأ من المراحل الثانوية. يعني أنا دوري كمعلمة أعتقد أنه يجب أن نركز بشكل كبير على توعية الشباب قبل أن يصلوا إلى مرحلة التطرف وإلى الإرهاب. أعتقد أنه مرحلة التعليم خاصة في مرحلة الثانوية هي مرحلة جدا مهمة للتركيز على هذه الفئة. أتمنى أن يكون هناك موضوعات موحدة، أفكار موحدة في تدرس كشيء موحد، خاصة في الدول العربية مادة موحدة تدرس للتوعية الطلاب عن هذا الجانب. وأشكركم. شكرا لك، أضم صوتي لصوت الأستاذة حنان. قضية الوقاية هي قضية مفصلية حقيقة، الوقاية السابقة قضية مفصلية حتى لا نعاني من موجات كبرى. شكرا لك أستاذ حنان، تفضل. هل يريد أحد من الإخوة التحدث بكلمة؟
يعني من كان يريد يستطيع أن يفتح المايك ويتحدث مباشرة. فضيلة الشيخ مهاجر زيان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه بالشكر للدكتور عبد المنعم على محاضرته القيمة، والتي فعلا يعني وضع النقاط على الحروف في الكثير من المسائل التي نحن بأمس الحاجة إليها. ما ألاحظه في أوروبا أنه فيه مدرستان أو توجهان في التعامل مع العائدين. فيها مدرسة تنحو المنحى الأمني وتعامل هؤلاء العائدين، تعاملهم بال يعني معاملة المجرم ويعني السجن والتضييق، وفيه بعض في أوروبا كذلك فيه توجه آخر، وهو الذي يعمل على إدماج هؤلاء في المجتمع ويتعامل معهم كمرضى، فلذلك يضع معهم أطباء نفسانيين ويحاول قدر المستطاع أن يفهم ما هي الإشكالات التي يعانون منها ويحل هذه العقد ويحاول أن يجعلهم أناس طبيعيين. فما يعني توجيهكم أو ما تعليقكم على هاتين المدرستين أو هذين التوجهين؟ شكرا لك أستاذنا الكريم، وسعيد بسمع صوتك حفظك الله. الإشكالية في أوروبا، وألاحظ أن الآن خاصة في 2020 بدأت تتضخم بعض الدراسات الأوروبية التي تريد أن تزيل تماماً عنصر الفكر والعنصر النفسي من عمليات المواجهة وغيرها. يريدون أن يتعاملوا مع الشخص العائد معاملة قانونية بحتة. يقول هو مجرم مثله مثل غيره من المجرمين، تاجر المخدرات أو غيره أو كذا. ويرفضون قضية المعالجة الفكرية أو القياس الفكري أو المعالجة النفسية أو الاجتماعية أو الإدماج أو. أنا في ظني أن هذا هو الطريق الأقصر، لكنه لا يمكن أن يوجد حل، لا يمكن أن توجد حل. أن تتعامل مع فكر، هو لماذا ذهب إلى مناطق الصراع؟ لماذا ترك بيته وأسرته جامعته أو المدرسة واختار حمل السلاح؟ لماذا؟ ليش؟ لأنه آمن بفكرة. فلا يمكن أن تتعامل معه إلا من خلال إيمانه وفكره ومعتقداته. لا شك أن التعامل الأمني مهم، التعامل القانوني مهم، لكن كذلك التعامل الفكري والنفسي مهم. إلى الآن لم تتشكل يعني اتجاهات ومدارس علمية منهجية في التعامل مع العائدين أو مع الإرهابيين، إلى الآن لم تتشكل. هناك اختيارات يعني سيادية فقط، في لكل دولة لهم أسلوبهم في التعامل، وهو قرار سيادي لسياسة هذه الدولة. لكن على مستوى العالم، سواء المستوى البحثي أو على المستوى كذلك القانوني أو النظامي أو حتى على المستوى السياسي، لا يوجد مدارس، يوجد اجتهادات، اختيارات أفراد، اختيارات قرار سيادي، فلم يوجد منهج بحثي علمي متكامل شامل للتعامل مع هذا الملف. والسبب
أو الأسباب كثيرة، منها أن الأحداث سريعة جدا ومتتابعة ومتشابكة، كما شاهدت أنواع العائدين يعني كثير كثير جدا، ومسارات وتحتاج إلى نفس طويل وإلى طاقم اجتماعي ونفسي وأمني وقانوني. فيختار أحيانا المسؤول الطريق الأقصر، وهو التعامل مع هذه القضية بشكل سريع من جهة قانونية وينهي الموضوع. وكما ذكرت يعني بما أن الأستاذ المهاجري موجود، الشيخ المهاجري، أنا أكرر حقيقة أننا نريد ثمرة، حقيقة نريد ثمرة من هذه اللقاءات. نريد يعني نشعر إذا انتهينا من هذا البرنامج إن شاء الله بعد شهر شهرين، أن يوجد شيء على أرض الواقع. فأتمنى أني ما أكون يعني أحرجت الهيئة الأوروبية بهذا الطلب وتكراره، أنه يوجد برنامج، ليس شرط أن يكون برنامج خاص بالعائدين، لكن نريد ثمرة من هذه الأبحاث والدراسات والعروض واللقاءات، شيء على أرض الواقع، شيء على أرض الواقع. أستاذنا المهاجري وبقية الزميلات والزملاء الموجودين، الله يحفظكم وشكرا لكم. وفي نهاية هذه الحلقة الممتعة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير باسم الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية وجميع المشاركين في هذا البث إلى الدكتور عبد المنعم المشوح الباحث والخبير في مجال مكافحة التطرف والإرهاب على هذه المحاضرة الممتعة. نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك، اللهم آمين. لا تنسوا متابعة صفحاتنا على الفيسبوك واليوتيوب. دمتم في أمان الله، وإلى لقاء آخر مع فضيلة الدكتور عبد المنعم يوم الأحد المقبل كما كان اليوم في هذا الوقت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.